أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد الفاصل مشاهدينا نبدأ كالعادة بصحافتنا المحلية. نرحب معكم مشاهدينا بضيفي المحلل السياسي فهد المسعود، حياك الله معنا في ماشيت الصحافة. حياكم الله. إذن مشاهدينا نبدأ جولتنا من غلاف صحيفة الأنباء وخبر حول تأكيد مجلس الوزراء أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة يعكس صلابة وتلاحم أعضاء الاتحاد وأبناء الشعب الإماراتي الشقيق، مشددا على ثقته الكاملة في قدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مواصلة المسيرة المباركة للدولة على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها بارز بما عرف عن سموه من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة. هذا وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على رأس وفد برلماني لتقديم واجب العزاء لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه. أما في صحيفة النهار نشر تقريرا حول العلاقات الكويتية الإماراتية، حيث كتبت أن دولة الكويت ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة تمتد في أعماق التاريخ، واضطدها حرص القيادات الحكيمة في البلدين طوال العقود الماضية على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات. وشهد تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الممتد نحو 6 عقود زيارات متبادلة لكبار المسؤولين فيهما لتعزيز التعاون والتنسيق حيال الملفات ذات الاهتمام المشترك إقليميا وعالميا، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات في كل المجالات، مما أسهم في ترسيخ تلك العلاقات وجعلها مثالا للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك. خبر آخر مشاهدينا، وزير الصحة تفقد سير العمل في مركز فحص العمالة بشويخ بعد الزحمة. تحت هذا العنوان نقلت صحيفة الشاهد عن وزارة الصحة قولها أن الوزير حرص على الالتقاء بالموظفين والمراجعين وتفقد مجريات سير العمل في المركز والوقوف على أبرز الملاحظات والعمل بها، والتي من شأنها التسهيل على المواطنين وسائر المراجعين وبما يستهدف الارتقاء بكفاءة وجودة تقديم الخدمة. وكشفت الوزارة عن بدء سريان الإجراءات التنظيمية الجديدة فيما يخص فترات ومواعيد العمل والعمالة المشمولة فيها اعتبارا من اليوم، وذلك في مراكز فحص العمالة والتي تشمل شويخ، صبحان، الجهراء، ضاحية علي صباح السالم، تسهيلا على المراجعين. إذن بعد هذه الصور التي رأيناها جميعا أستاذ فهد بالازدحام في هذه المراكز، كيف ترى تلك الخطوة من وزير الصحة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ويحسب لمعالي الوزير الزيارة الميدانية لتفقد سير العمل والتأكد من ضمان سير الأمور بكل سهولة لخدمة المواطنين والمقيمين. ولا شك أن احنا تأتي هذه المعاملات وهذه الخدمات اللي قد تكون الآن مزدحمة أكثر من السابق بعد الحمد لله ان يعني زاحت الجائحه عن دوله الكويت، فبالتالي يعني انفتحت الامور، وهناك يعني قدوم وافدين الى البلد للعمل فيها، فبالتالي سيكون متوقع ان يكون هناك ازدحام على تلك المراكز، فبالتالي فتح
مراكز أخرى لتخفيف الضغط على مركز واحد، هذا شيء أكيد في الاتجاه الصحيح، ولربما يعني دعوة كذلك إلى كل قطاعات الخدمات في البلد، سواء في القطاع الصحي أو قطاع الخدمات الأخرى كالهجرة والجوازات والشؤون والتجارة، بفتح مراكز عدة في البلد على مستوى المحافظات حتى يكون هناك تخفيف للضغط على المراجعين. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن الآن كذلك بعد خروجنا من الحمد لله من هذه الجائحة، واستفدنا كثيرا حقيقة من خبرات وتجارب في تلك الجائحة، ومنها على يعني على سبيل المثال والأبرز منها إلى الخدمات الرقمية الإلكترونية، وبالتالي يعني هناك دعوة الآن إلى 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 الاستخدام تلك التطبيقات الإلكترونية، التطبيقات الرقمية من خلال أجهزة الهاتف الذكية في ترتيب المواعيد، في تنظيمها، في حجز تلك المواعيد، حتى بالفعل يكون هناك تنظيم أكثر دقة وسرعة في إنجاز المعاملات وبكل سهولة وسلاسة، حتى لا يكون هناك تكدس وانتظار طويل لتلك الخدمات، وهذا بالفعل ما نتمناه في الأيام القادمة. نعم، في صحيفة الرأي مشاهدينا نقرأ هذه العناوين: عودة خيام المرشحين أمام مقر اقتراع البلدي، 359,727 ناخبا وناخبة يصوتون السبت المقبل لاختيار مرشحيهم في 8 دوائر. الانتخابات ستجرى وفق القيد الانتخابي لعام 2021 وتحصين قيد 2022 في يوليو المقبل، إعلان فوز مرشحي 7 و9 بعد غلق باب الاقتراع. خبر رياضي مشاهدينا في صحيفة الوسط، حيث نشرت أن الأنظار تتوجه اليوم إلى استاد جابر الدولي، حيث يتواجه كل من ناديي كاظمة والسالمية في المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم في نسختها 60 موسم 2021-2022. لازلنا في الأخبار الرياضية مشاهدينا، منافسات دورة الألعاب الخليجية تنطلق اليوم بجدول جديد. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الصباح إن اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الخليجية التي تحتضنها البلاد حتى 31 من الشهر الجاري تحت رعاية سمو أمير البلاد، اعتمدت جدول المنافسات النهائي المعدل للدورة بعد تأجيل انطلاقتها لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، لتبدأ ب4 ألعاب بدلا من 1. حول قضية العربي والمسلمين، صحيفة القبس كتبت: 74 عاما مرت على نكبة الشعب الفلسطيني ورحلة التشريد واللجوء، وعلى الرغم من ذلك فلم يستطع الكيان الصهيوني طمس الهوية العربية، وها هو يرتعب من رفع العلم الفلسطيني في كل ساحة وزاوية من الأراضي المحتلة لا سيما القدس، وبات رفع العلم الفلسطيني بالنسبة للاحتلال يوازي خطر سلاح فصائل المقاومة، كونه يؤكد هوية الأرض ويوحد الشعب الفلسطيني على امتداد الخريطة التي يحاول تقطيع أوصالها ومصادرتها لحساب المستوطنين. مشاهدينا، ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وياكم إلى الصحف العربية والعالمية. مستجدات الساحة المحلية ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطية مستمرة على مدار الساعة وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. وول ستريت جورنال تولي اهتماما في عنوان لها بالانتخابات اللبنانية، وتتوقع أن يتفاوض رئيس الوزراء الجديد مع المانحين والمؤسسات الدولية بشأن حزمة إنقاذ اقتصادي عاجلة. وقالت الصحيفة أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ بداية الانهيار الاقتصادي ومنذ الانفجار القاتل في ميناء بيروت عام 2020 الذي أثار مطالب واسعة بمحاسبة من هم في السلطة.
والستريت جورنال أشارت إلى أن المخاطر في الانتخابات الأحد كبيرة بالنسبة لهذا البلد الشرق أوسطي الصغير. وحسب الجريدة يجب على الحكومة الجديدة أن تتفاوض بشأن حزمة إنقاذ اقتصادية عاجلة مع المانحين والمؤسسات الدولية، بينما تبحر في نظام سياسي شديد الانقسام. أما في نيويورك تايمز فتتساءل، هل ستحل انتخابات البرلمان مشاكل لبنان؟ تقول الصحيفة أن التصويت هو أول فرصة للرد وبشكل رسمي على أداء القادة السياسيين، ولهذا فما هو على المحك ليس من سيفوز في مقاعد البرلمان، لكن السؤال الأكبر إن كان النظام السياسي في لبنان قادر على حل مشاكل البلد والخلل الوظيفي الذي رافق الحكومة طوال السنوات الماضية. قلة من المحللين ترى أن الجواب نعم، على الأقل في المدى القصير، فنظام الدولة المعقد الذي يقوم على 18 طائفة معترف بها وبتاريخ من النزاعات الأهلية يدفع الكثير من الناخبين لانتخاب أبناء طائفتهم حتى لو كانوا فاسدين، مع أن انهيار البلد وضع الكثير من الضغوط على النظام القديم. نقف عند موضوع انتخابات اللبنانية سيد فهد، إذا لبنان أجرى الانتخابات أمس، ما الانطباع الأول بعد صدور بعض الأرقام عن نسبة المشاركة وغيرها؟ نعم، الانتخابات اللبنانية جرت أمس بالفعل، والإحصائيات الأولية تقول بأن نسبة المشاركة كانت 41%، يعني نسبة تعتبر متدنية نوعا ما، وهذا يعود لأسباب، يعني بسبب وجود الفساد السياسي، الانهيار الاقتصادي اللي حصل في لبنان يعني لم يسبق له مثيل، كذلك هناك احتجاجات شعبية غير مسبوقة قبل هذه الانتخابات، هناك كذلك الانفجار القاتل الكارثي اللي حصل في بيروت. هذه كلها المشاكل التراكمية جعلت من المشاركة قد تكون متدنية، مع كذلك مقاطعة بعض التيارات والأحزاب السياسية وأبرزها حزب التيار المستقبل. كل هذه المجتمع لا شك جعلت من هذه الانتخابات قد تكون انتخابات يعني الإقبال عليها ليس بقوي. هناك 3,900,000 ناخب، يعني معناته اللي أدوا أصواتهم أقل من 1.5 مليون تقريبا في هذه الانتخابات. الانطباع كذلك الأولي أن لا زال الأبرز في الحصول على المقاعد اللي هي التيارات السياسية والأحزاب الوطنية والطائفية، وقليل من يعني المفاجآت ستكون في هذه الانتخابات، قليل من المشاركة من المعارضين والوجوه الشابة التي لا تنتمي إلى تلك الطوائف والتيارات ستخترق يعني مقاعد البرلمان، ولكنها ليست مفاجأة كبيرة. بالرغم من ذلك كما ذكرت في تقريرك أبو سلطان إن لن يكون هناك أي تفاؤل كبير في 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 الأيام القادمة ما لم يكون هناك بالفعل تغيير جذري في المنهجية العمل، في الإصلاح الفعلي، في بالفعل المعالجة الوضع الاقتصادية والمالية وإعادة هيكلتها في البلد وتقديم ضمانات من طبعا الحكومه القادمه اللبنانيه بعد تشكيلها الى المؤسسات الدوليه الى المانحين، حتى يكون هناك بالفعل دعم لها في بناء لبنان من جديد. نعم. بعد هذا الانهيار الذي قال عنها البنك الدولي الأسوأ منذ عام 1958 في نعم. على مستوى العالم. نعم، اذا لبنان عاشت في السنوات الاخيره الماضيه ازمات كثيره، منها اقتصادية مثل ما ذكرت، وأيضا تعليق البنك الدولي على هذه الأزمة الكبيرة التي مرت بها، وأيضا سياسية، هناك أزمات سياسية متتالية من استقالات الحكومة وغيرها من المشاكل السياسية مع البلدان الأخرى أيضا، لكن هذه الانتخابات قد تكون فرصة مثل ما ذكر بعض المحللين لإخراج لبنان من محنته، لكن أيضا قد تنتج نفس الطبقة السياسية السابقة كما في السابق، ما احتمالات كل هاتين الكفتين برأيك؟ والله حسب المؤشرات الأولية والتحاليل نعم، إن السائد في هذه الانتخابات سيكون النصيب الأكبر للطبقات السياسية، وهذا شيء يعني مؤسف، لكن يعني من سيأتي ومن سيفوز في هذه الانتخابات من الطبقات السياسية من الطوائف يجب أن يكون هناك تغيير جذري في المنهجية، يجب أن يكون هناك بالفعل يعني شعار رفع
المنهج الإصلاحي ومحاربة الفاسدين والمفسدين والفساد في البلد، ما لم يكن هناك تلك بالفعل الحزمة إصلاحات جدية وفاعلة، لن يكون هناك أي تقدم في هذا الملف. وهذا اللي ما نتمناه، ونتمنى لبنان الاستقرار سياسيا وكذلك اقتصاديا حتى يبني البلد من جديد وتعود لبنان كما عهدناها في السابق. نعم. وأفضل. نعم. إذن مشاهدينا، بمناسبة إحياء الفلسطينيين أمس لذكرى النكبة، قدمت صحيفة القدس لمحة تاريخية وأرقاما عن هذه المأساة، وقالت إن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير شكلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني لما مثلته، وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800,000 فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1300 قرية ومدينة فلسطينية. إذن أكثر من 70 سنة مضت على نكبة فلسطين، لكن الأرض والشعب يعيشان كل يوم نكبة جديدة. العصابات الصهيونية ما زالت تتواصل القتل والتهجير واغتصاب الأرض. إلى متى ستستمر هذه التراجيديا؟ نعم، شيء مؤسف أبو سلطان ما نراه في مشاهد مأساوية يوميا في الأراضي المحتلة الفلسطينية من قبل معتدي غاشم، كيان صهيوني لا يعرف الرحمة ولا يعرف الرأفة في شعب أعزل، شعب يقاوم من أجل بلده، من أجل يعني الاحتلال اللي حصل منذ أكثر من 7 عقود من الزمن، في ظل يعني صمت يعني رهيب وهائل من المجتمع الدولي على وأبرزهم وعلى في مقدمتهم مجلس الأمن، اللي الحقيقة يعني كان ولا زال يصدر قرارات إدانة وكذلك يعني عقوبات، لكن للأسف لا نرى هذه العقوبات أن تكون مطبقة على أرض الواقع، وهناك يعني تحصين لما يمارسه الكيان الصهيوني يعني بشكل مباشر أو غير مباشر ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وبالتالي ما يمكن هناك تطبيق جاد وفعلي لتلك العقوبات التي صدرت وأدانة الكيان الصهيوني واحتلاله، وهناك كذلك الاتفاقيات التي حصلت من يعني إبرام عقود ومعاهدات واتفاقيات لضمان سلامة الشعب الفلسطيني، لن يكون هناك أي تقدم في هذا الملف، وستظل المأساة موجودة حتى بالفعل يكون هناك عقوبات رادعة للكيان الصهيوني حتى يعني يعم الأمن والأمان الشعب الفلسطيني. وهذا ما نتمناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يثبت المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، ويعني ترجع فلسطين إلى أحضان العالم العربي والإسلامي، ويعم الأمن والأمان في الشعب الفلسطيني الشقيق. نعم، اللهم آمين. إذن مشاهدينا، قبل أن ننتقل إلى عناوين الحرب الروسية الأوكرانية، نتوقف معكم مع تقرير مراسلتنا في القاهرة أمل مسعد وقراءة في ماشيتات الصحف المصرية. من العاصمة المصرية القاهرة، صباح الخير على حضراتكم، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستعرض خلالها أهم وأبرز منشطات الصحف المحلية لهذا اليوم، والتي تصدرت طلب انضمام فنلندا للناتو. فتقول جريدة الدستور إن الأمين العام للناتو أكد على احترام أي قرار سيتخذ بشأن طلب انضمام فنلندا للناتو، واصفا هذا القرار باللحظة التاريخية، وأن هذه الخطوة توضح أن أبواب الناتو مفتوحة للجميع. وفي المقابل عنونت جريدة الأهرام هذا الخبر: انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر دون رد، حيث قررت موسكو وقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا مع توقع إعلانها لانضمام إلى الناتو خلال الساعات المقبلة.
وننتقل إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا المقال تحت عنوان هل تحولت الحرب الروسية الأوكرانية إلى حرب بالوكالة؟ هكذا تتساءل جريدة المصري اليوم، والتي كتبت أن الفكر الروسي يعمل على تطوير أنواع جديدة من الصواريخ، الأمر الذي يستدعي من الولايات المتحدة في الفترة القادمة تطوير أسلحتها المضادة للصواريخ الروسية الجديدة بدلا من نظام الباتريوت المعمول به حاليا في الترسانة العسكرية الأمريكية. وعلى الطرف الآخر بوتين يتفهم هذا جيدا، لذا فهو يعمل حاليا على سرعة الاستيلاء على إقليم دونباس وميناء أوديسا، وبعدها يبدأ التفاوض مع أوكرانيا. ونعود مرة أخرى إلى الأهرام التي كتبت هذا المانشيت نقلا عن النيابة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النار الوحيد على شيرين أبو عقلة، وبايدن يطالب بالتحقيق في عنف الاحتلال بالجنازة، الأمر الذي يعكس حالة نادرة لوحدة المجلس بشأن قضية تتعلق بإسرائيل. ونذهب للخبر الأخير من جريدة الجمهورية التي تناولت هذا المقال بعنوان اليمن السعيد إلى أين؟ فعلى الرغم من دخول الأزمة اليمنية عامها السابع، إلا أن هناك بارقة أمل في التفاوض مع الحوثيين بعدما وافقت الجماعة على طلب الأمم المتحدة إيقاف تجنيد الأطفال، فضلا عن موافقتهم على تفريغ الخزان صافر. وسيبقى الأمل معقودا على نجاح المجلس الرئاسي الجديد في إدارة البلاد وتحقيق السلام والاستقرار، ليعود اليمن السعيد بعد سنوات من تخييم الحزن عليها. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الصباحية لهذا اليوم، وأعود بكم مرة أخرى لزملائي في استوديو مانشيت الصحافة. أشكركم لطيب المتابعة، كانت معكم من القاهرة أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت. لننتقل معكم مشاهدينا إلى عناوين الحرب الروسية الأوكرانية. قال أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ إن تركيا حليف مهم وسيتم التحاور معها لتبديد مخاوفها حيال عضوية السويد وفنلندا في الحلف، وفق ما نشرته صحيفة ياني شفق. وأوضح أن تركيا عبرت عن بعض المخاوف حيال انضمام البلدين للحلف، وأعرب عن ثقته حيال إمكانية إيجاد أرضية مشتركة وتوافق في الآراء حول كيفية العمل بشأن مسألة العضوية. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال في تصريحات من برلين إن السويد وفنلندا تقدمان دعما علنيا جدا للتنظيمات الكردية الإرهابية رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلبا على مشاعر الشعب التركي على حد قوله. إذن أسباب الاعتراض التركي هنا على عضوية السويد وفنلندا واضحة في الانضمام إلى الناتو، هل في تقديرك ستتخلى فنلندا والسويد عن دعم من تصفهم أنقرة بالجماعات الإرهابية لكسب صوت أنقرة في الناتو؟ نعم، من المعلومة كما صرح الأمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ بأن هناك طلب من فنلندا والسويد بالانضمام إلى حلف الناتو، واعتراض تركيا اعتراض يعني مشروع بالنسبه لها، لان ترى بان يعني السويد وفنلندا داعم رئيسي لمنظمات ارهابيه انفصاليه كرديه ابرزها البي كي كي والذراع السوري مارها اللي هو الواي اي جي. لذلك طبعا تركيا تبي تطلب ضمانات قبل الموافقه، يعني ضمان صوتها في التصويت اللي هو طبعا يتطلب موافقه 30 عضو لاي دوله تتقدم، موافقه 30 عضو للانضمام، يعني هذا شرط طبعا اساسي للانضمام الى حلف الناتو. فبالتالي هي تطلب ضمانات من تلك الدول فنلندا والسويد ان يعني تتخلى عن تلك الدعومات اللي تقدمها لتلك المنظمات الارهابيه كشرط يعني للانضمام. هي تعتبر كذلك دخول وانضمام السويد وفنلندا يعتبر الان حليف لها، وبالتالي الحلفاء يجب ان يكون هناك اتفاقيات ارضيه مشتركه فيما بينهم، وابرزها طبعا الامن والاستقرار، وكذلك عدم دعم منظمات تعادي تلك الدول. فهذا طبعا اللي هو تبي تطلبه تركيا ومن من من فنلندا ومن السويد في كضمانات حتى بالفعل تضمن صوتها في التصويت على انضمامهم لعضوية الناتو. نعم، التمكين في الحرب وليس الفوز بها، كيف تؤثر الطائرات بدون طيار على حرب أوكرانيا؟ تحت هذا العنوان قدمت الجارديان
قراءة لدور الطائرات المسيرة وخاصة بيركدار التركية في مجريات الحرب في أوكرانيا، وأشارت إلى أن هذه الطائرات ما زالت تطير في سماء أوكرانيا وتستهدف مواقع روسية وتلتقط صورا تنشرها كييف في إطار الدعاية الحربية. التحليل: تتمتع أوكرانيا بالكثير من النجاح الدعائي من خلال تي بي 2 التركية، حيث تلعب روسيا دورا في اللحاق بالركبة. وقالت الصحيفة أن روسيا كانت تعلم أنها بحاجة إلى مواجهة طائرات تي بي 2 من حرب عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو كاراباخ، حيث استخدمت أذربيجان الطائرات بدون طيار التركية لتدمير الدبابات الأرمنية المصممة في روسيا والحصول على ميزة حاسمة. ربما يكون فلاديمير بوتين قد فقد ثلث قواته التي غزت أوكرانيا وفقا للاستخبارات العسكرية البريطانية. العنوان نقرأه في صحيفة الاندبندت التي نقلت عن وزارة الدفاع قولها إن الحملة الروسية في منطقة دونباس التي يسيطر عليها الانفصاليون بشرق أوكرانيا فقدت الزخم وأصبحت الآن متأخرة بشكل كبير عن الجدول الزمني المحدد. وقالت أيضا أن القوات الروسية مقيدة بشكل متزايد بسبب القدرات التمكينية المتدهورة. استمرار انخفاض الروح المعنوية وانخفاض الفعالية القتالية لا يمكن استبدال العديد من هذه القدرات أو إعادة تشكيلها بسرعة، ومن المرجح أن تستمر في إعاقة العملية الروسية في أوكرانيا. إذن روسيا تفقد حوالي ثلث قواتها العسكرية حسب المزاعم البريطانية في هذا الصدد. هذا رقم كبير خلال 3 أشهر من الحرب. على ماذا يدل ذلك إن صحت هذه المعطيات؟ لا شك، أولا طبعا هذا رقم كبير وليس بالسهل. لو قدرنا القدرات الروسية في 6 ملايين تقريبا عسكري وعتاد وهذا، فمعناته انت فقدت حوالي 2 مليون، وهذا في خلال 3 أشهر من بداية الحرب في 24 فبراير الماضي. لذلك هذا رقم كبير، رقم هائل، يعني لربما يكون هناك نوع من المبالغة فيه، ولكن لا ننسى ان هذه حرب، يعني والحرب يعني سجال، والحرب هناك كذلك منها اعلاميا مؤثر. نعم، هذه حرب إعلامية، حرب يعني تكون يعني تبث يعني إحباط للروح المعنوية القتالية عند العناصر الجيش الروسي. ولا شك أن كل ما تقدمت الحرب واستنزفت القدرات من الآليات وعتاد وعناصر، لا شك أن الروح المعنوية تهبط، شيء طبيعي عند أي جيش، خصوصا أن هناك جدول زمني محدد لإنجاز مهام معينة وفق الجدول الزمني، لكن لا يكون هناك أي إنجاز على الأرض الواقع في المعارك الميدانية. لذلك هذا الإحباط سيكون مستمر، وربما في الأيام القادمة ستقل القدرات ما لم تحقق روسيا أهدافها الاستراتيجية في بعض المناطق تكون هي المسيطر عليها وتكون هي محل تفاوض مع كييف في تلك الأيام القادمة. نعم، نذهب إذن معك ومع السادة المشاهدين إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفصل. مقال اليوم من صحيفة ياني شفق التركية بعنوان: هل بالفعل أمريكا في حالة حرب؟ يتناول فيه كاتبه عبد الله مراد أوغلو إقرار مجلس النواب الأمريكي تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تجاوزت 50 مليار دولار منذ شهر مارس من العام الجاري. وإذا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نص المشروع، ستصبح أوكرانيا الدولة التي تلقت أكبر قدر من المساعدات من الولايات المتحدة في السنوات 20 الماضية. ويرى الكاتب أنه في وقتنا الحاضر الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مباشرة مع روسيا، ولكن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات الموسعة المتخذة ضد روسيا تعود إلى أذهاننا إمكانية نشوب صراع بين الولايات المتحدة وروسيا. وبالطبع هناك قلق من احتمال نشوب صراع بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. إن حدوث أي تطورات غير متوقعة يمكن أن تغير مسار الأحداث، حتى لو لم تريد الولايات المتحدة أو روسيا الدخول في صراع مباشر.
مشاهدينا وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. إذا كاريكاتير اليوم مشاهدينا طالعه من صحيفة الأنباء بريشة محمد ثلاب وتعليقك علي أستاذ فهد. نعم، الكاريكاتير يتعلق بالانتخابات اللبنانية البرلمانية ومدى يعني فرص بعض المعارضة والجيوش الشابة في اختراق يعني الطبقات السياسية التقليدية والطائفية في هذه الانتخابات، وهذا ما سن يعني نتعلمه او سوف يتم يعني الاعلان عنه بعد الفرز النهائي لصناديق الاقتراع. نعم، بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني ان اشكر ضيفي الاستاذ فهد المسعود المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعه، نلقاكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده، الى ذلك الحين في امان الله.